بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالفيديو السابق حكينا عن في بيت كيرفين، والفيديو هذا كان بناء على رغبة أحد المتابعين. من بعد ما عملناه قررنا أنه نعمل كمان البافل، لأنه هو وقت طلب مني بده يعرف كيف بيتم التعامل مع الفي بيت كيرفينج ومع البافل. حسب ما وصلت لعندي الاتصالات حسيت انه كتار يلي هني فعلا حابين يعرفوا عن البافل مثل ما عرفوا عن الفي بيت كيرفينج. وانا بان شاء الله رح اعمل كتير دروس وفيديوهات تتعلق بكل مجالات العمل، مش بس السي ان سي، يمكن نتطرق لبعض وسائل النجارة، نتطرق للتعرف على انواع الاخشاب وكيفية التعامل مع الاخشاب، نتعرف على ادوات النجارة. طبعا هذا كله بيعود لمدى التفاعل مع القناة، كل ما كان في تفاعل اكثر مع القناة، كل ما كان في تعليقات اكثر، كل ما كان في تواصل معي على الواتس أب أكتر وطلبات، لأنه هذا الشيء هو اللي بيساعدني على تسجيل الفيديوهات. يعني أحيانا يمكن الفكرة ما تخطر على بالي، الفكرة تخطر على بالي كيف؟ حس أنه والله في حدا ممكن يكون هالشغلة هيدي مش فهمانة، هيدي الأداة مش فهمانة، هيدا الأسلوب ما بيعرف يتعامل معه، فأنا بقوم بطلع وبعمل هالفيديو. ولكن لما بصير تجيني تعليقات، لما بصير يجي طلبات، بيصيروا سهلوا علي، يعني بصير الفكرة تجي، بصير أنا أعمل إعداد للفيديوهات والدروس بناء للطلبات اللي بتجي، ومن هون أنتوا بتكونوا عم بتساعدوني إن حتى أنا أحضر لدروس أكتر ونوعيات دروس مختلفة. إضافة لذلك أنا بهمني كتير يا أخوان الاشتراك بالقناة، بهمني كتير التعليقات، بهمني كتير اللايك، لأنه هيدا الشيء مش بس بيشجعني، هيدا الشيء بيحفز القناة، بتصير قناة أكبر، قناة أوسع، وكل ما كبرت القناة أكتر، كل ما وسعت القناة أكتر، كل ما صار في تجاوب أكتر، كل ما صار في تفاعل أكتر، كل ما صار في استفادة أكتر. أنا عم حاول أقدم كل ما عندي وأحلى ما عندي، فأنا ما عم بطلب منكم إلا القليل، القليل اللي هو فعلا المشاركة، القليل اللي هو فعلا التجاوب. حسسوني أنه أنتم فعلا عم تستفيدوا، لأن يعني كل ما شعرت أنه أنتوا عم تستفيدوا، لأن هو هيدا هدف، يعني هدف أنه الآخرين يستفيدوا، ولا أنا شو عم يجيني من الدرس؟ يعني المعلومات اللي عم بعطيكم إياها هو أنا بعرفها، ولكن لما أنتوا بحسكن عم تستفيدوا أنا بصير عندي حافز أكبر لأنه أعطي. وطبعا ما بخفى عليكم عندما أنتوا بتطلبوا مني بعض الطلبات، يمكن تطلبوا مني شيء أنا أكون بالأصل مني بحاجته، لذلك ما عامل بحث عنده وما عندي معلومات عنه، ولكن بما أنه أنت طلبتوا مني انا هون بضطر انه اعمل بحث عنه، بضطر انه ادرسه لحتى اقدر اعطيكم الجواب عن السؤال اللي انتم عم تسالوه. عفوا، فمن هون انا بكون عم بستفيد بالمعلومه اللي انا عم حصلها واللي كان سببها اسئلتكم. اذا خلينا نبدا على بركه الله سبحانه وتعالى. في الدرس الماضي حكينا عن الاداه الفي بيت كيرفينج. الدرس هذا بقى نحكي عن أداة البافل، وإذا بتلاحظوا اثنيناتهم بيعتمدوا على الريشة الفا، هيدي الفي بيت كيرفينج وهيدي البافل. بس قبل ما فوت بالشرح رح اتطرق لمعلومة بسيطة هي ظاهرة عنا هون، وهي حتسهل علينا الشرح. يلي شاهد الفيديو يلي بنحكي فيه نحن عن الفي بيت بيعرف شو معنات هالرسمة هاي، شو معناتها انه هو نازل هون بهالشكل هيدا، هيدا الريشة نازلة بهالشكل هيدا، وين نازلة؟ نازلة بنص الفيكتور، خلينا نعتبر هيدا هو الفيكتور، نازلة بنص الفيكتور، ماشي؟ طيب، لاحظوا هيدا الرسمة، هيدا جاي ماشي على طرف الفيكتور، يعني ماشي على الطرف من هون وعلى الطرف من هون. أنا بعتقد إنه شكل السيمبل اللي حاطينه هني هون، الأيقونة اللي هني حاطينها لتدل على وظيفة هيدي الأداة. هي لحالة بتقلنا شو العمل، هيدي بتشتغل
بقلب السيمبل، هيدي بتشتغل بقلب الفيكتور، اما هيدي بتشتغل على اطراف الفيكتور. هلا حنحكي كيف عم تشتغل على اطراف الفيكتور، هلا بنحكي كمان شو السبب حتى عاملينها، لانه كان ممكن هيدي نحن نعملها بلا ما نستعمل هيدي الاداه، يعني نحن ممكن نستعملها من خلال الامر along. ولكن ليه نحن حنستعمل هيدي مش رح نستعمل along؟ خلينا نشوف. بدايه خلينا نقول انه نحن عندنا هيدا لوح الخشب، خلينا نقول سماكته يعني الهاي تبعه 18 ملي، ماشي، هذا لوح الخشب ارتفاعه سماكته 18 ملي. وخلينا نجي نعمل مثل ما تعودنا نعمل ريشة، خلينا نعتبرها 30 ملي القطر ديامتر تبعه، خلينا نبرمها هذه 45، نرسم ريشة مثل ما تعودنا. بعتقد كلكم صارتوا فهمانين كيف انا بشتغل، ودائما بحاول حتى لما بدي اعمل ادوات بحاول اشتغلها على الاركام. انا ممكن اروح على برامج تانية اشتغلها في برامج 3D، يعني ممكن انا اشتغل عليها، ولكن انا عم حاول اشتغل على الاركام لحتى ندلل على مدى أهمية الأركام، إنه نحن قادرين كل شيء بدنا منعوزه نقدر نشتغله بواسطة الأركام. هيدي خلينا نحطها على نص، هيدي على نص هذا الخط هيك، ثم نجي بنعمل هون هيك حطيناها على النص، نرجع نقطعها من هون من النص، نرجع نعلم هاي، نعلم هاي، نكبس على حرف الجي، نضغط على حرف الجي زي ما عم نقول، نضغط على حرف الجي. معقول انه حاطين على العربي؟ لانه حاطين على العربي ما عم بياخد، ماشي، نرجع بنعيدها، نضغط على هيدي، نرجع نضغط على هيدي، نضغط على حرف الجي، اوكي اخذ، نشوف هيدي ما اخذت معنا، نعمل عليهم كلهم هيك، نضغط حرف الجي، هلا صارت الريشة كاملة. طيب هيدا الريشة جينا جبناها حطيناها، إذا قلنا هيدا هو لوح الخشب، هيدي هيدي الطاولة، هي مكنة السي إن سي، ماشي الحال، هيدي المكنة وهيدا لوح الخشب، بس أنا حأرجع شيل الطاولة حتى بتلخبطنا نحن عم نشتغل وتضايق وتشتت لنا انتباه. انا جاي بس بدي اشتغل بالبافل، بالبافل الريشة بتشتغل معي تمشي معي على الداير، يعني عندي انا هيدا هو الفيكتور، الريشة بتمشي على داير الفيكتور، تمشي على اطرافه، اذا عندي انا الفيكتور كمان في بقلبه فيكتور تاني، يعني بهالطريقة هيدي. خلينا نحط افترضنا 10 انسايد، اوكي، اذا عندي واحد تاني هون بتصير تمشي على هيدا الطرف وبتمشي على هيدا الطرف، لما بتمشي على هيدا الطرف شو بتعمل فيه؟ بتعمله بشكل مشطوب، يعني بتعمله بصير جاي هيك بهالشكل، هيدا يجي مشطوب. طيب انا احيانا بيكون بدي اياه مشطوب ولكن بهالشكل هيدا، يعني بيكون بدي اياه مشطوب، هيا نعمل هون هذا المربع، نجيب هيدا اليوم بدي نزل هيدي الريشة انا لتحت، بدي نزلها افترضنا فرضا، على فرض سبيل المثال نزلت انا سنت فرضا، اذا نزلت سنتي خلينا شو صارت؟ هذا الادج، هذا الحرف اللي هو هيدا، حتى عيد حتى مضيعكم، خلينا ناخذ هدول، ناخذ مثلا ان نزلنا هيدي، هي ننزلها عن نص، هيدي قد لنا هيدي 18 ميلي،
الريشه خلينا تنزل على النص، يعني نزلت 9 ميلي، شو النتيجه اللي حنحصل عليها؟ اللي حنحصل عليه التالي، حنحصل على التالي، حيصير في عندي انا حرف اللوح اللي قصيته انا صار جاي بهيدا الشكل. طيب لو انا نزلت اكثر، نزلت لهون، شو النتيجه حاحصل عليها؟ انا عم سرع بالدرس على فكره، لا يكون شو النتيجة حصل، كبرت هيدي الشطبة، فاتت هيك أكتر، نزلت هيك أكتر، وهيدا القسم يلي هو بعده واقف عمودي صار أقل. تذكروا منيح هذا القسم العمودي، ماشي؟ هلا بعد شوي بس نفوت على الشرح لجوا، حنحكي فيه لهيدا القسم العمودي. إذا أنا في عندي كل ما نزلت بالريشة أكتر، كل ما هيدا القسم العمودي يلي هو باقي، هيدا القسم رح يبقى حيصير أقصر. وكل ما انا نزلت اقل بالريشه هذا القسم حيكون اطول. طيب كل ما طال هذا القسم قلت المسافه هيدي، يعني الشطبه غمق الشطبه بهالاتجاه هيدا قلت، وكل ما غمقت الريشه لتحت اكثر كل ما هيدي زادت، يعني كل ما الحيط علي كل ما هيدي قصرت، كل ما الحيط وطي كل ما هيدي كبرت. ماشي الحال؟ يعني هولي مرتبطين ببعض وكأني أنا رابط خيط جاي من هون لهون، بشده هيك بتقوم هيدي بتقصر، طلعوا لفوق بتقوم هيدي بتطول. بهالشكل هيدا الفيبت عفوا البافل رح يشتغل معنا. الريشة كل ما نزلت كل ما هيدا قل. ماشي الحال؟ عفوا كل ما نزلت كل ما هيدا كبر، وكل ما الحيط قصر. كل ما كانت نزلتها أقل كل ما هيدي قصرت، كل ما الحيط هيدا كبر. ماشي؟ خلينا نروح على الأداة. نرسم أول شيء. خلينا نشيل هول نحطه على جنب. هيدا شلناها ما عجبنا إياها. خلينا نعمل دائرة هون. دياميتر تبعها خلينا نقول 40 سنتي يعني 400 ملي. وخلينا نعمل له أوفست للداخل. 20 او 40 4 سنتي يعني في الأوفست للداخل. طيب اذا نحن جينا هلا بنعمل بافل لهي، هاي نفترضها انه هيدي لمرية، هيدي خشبة بدنا نقصها هيك على الداير، يعني هيدا اللوح، خلينا نقول هيدا اللوح، هيدا لوح الخشب. ماشي؟ هيدا لوح الخشب وبدنا ناخد منه هيدي هالشكل، هيدا الشكل، هيدي مراية بدنا اياها تكون مشطوبة من هون ومشطوبة من الداخل، يعني شطب من الخارج وشطب من الداخل. كيف بنجي بنشتغلها؟ نجي بنعلمه اتنيناتهم، فوت على البافل. اول شيء مفروض انا اللي حدده عادة، مفروض انا اقول له قديه هو الماتيريال، ماتيريال قديه السمك تبعها. خلينا ننزل هيدا الماتيريال، خلينا نقول 18 ملي، هيدا سماكة الماتيريال. جينا قلنا له الماتيريال عندنا 18، انا هيدي بدي اياها تنقص من الخارج وتنقص من الداخل، يبقى عندي هيدا القسم، هيدا القسم هو اللي بدي اياه يبقى، بس بدي اياها مشطوبه من هون وبدي اياها مشطوبه من هون. اول شيء بيجي بقول له فينيش ديبث، يعني العمق النهائي قد ايه. انا شو بدي؟ انا بهيدي بهيدي الخشبه سمكتها 18 هذا اللوح، انا هيدي بدي قصه، يعني بالنهايه انا بدي قصه، اذا العمق النهائي اللي بدي اشتغل عليه قد ايه؟ 18. انا حددت له اللوح 18. طيب بيجي عندي هون انا قد ايه بدي الحيط، يعني شو هو الحيط؟ هو القسم اللي حكينا عنه قبل شوي لما حكينا عن الريشه لما بننزلها، القسم يلي بيبقى عمودي، هيدا هو الجدار. هون شو قايل لي هون؟ وول هايت، يعني ارتفاع الجدار، هيدا هو الجدار اللي كنا عم نحكي نحن عنه. اذا نحن قلنا انه اللوح سماكته 18، قلت له انا فينش ديب 18، عم بيقول لي طيب الهاي تاع الوول يعني ارتفاع الجدار قد ايه بدك اياه؟ هلا اذا انا قلت له بدي ارتفاع الجدار 10، طيب
العشرة شو معناته؟ العمق الشط قد ايه حيكون عمق نزول؟ حيكون عمق 8، لا حيترك لي هو جدار 10، عمق 8 والباقي حيكون رايح هيك. هلا هيدي بما ان الريشه اللي انا رسمتها 90 درجه حيكون عمق 8 هيك وعرضها 8، حيكون هلا الشطب جاي هيك، اذا بنقيسه من هون لهون حيقطع 8 ملي ومن هون لهون 8 ملي. طيب اذا نحن اجينا قلنا له الوول بدنا اياه 14، شو اللي حيصير؟ حيعلى الوول لهون والشطبه حتصغر، يعني الحيط حيرتفع اكثر والشطبه راح تصغر. ماشي؟ طيب اذا عملنا العكس قلنا له الوول بدنا اياه 6، شو اللي حيصير؟ اللي حيصير انه هيدا القسم العمودي هون حيكون 6 ميلي والشطبه هاي راح تكون ارتفاع من هون لهون 12، كمان من هون لهون حيكون 12. واذا بتتذكر اللي حكينا عليه وقت كنا عم نشرح عن الفيبر انه الريشه 90 درجه اذا نزلت 10 او اذا كان يعني نزلت 10 ملي بتكون العرض تبعها هيك 20، يعني بيكون من هون لهون في 20، اذا نزلت 5 بيكون من هون لهون في 10. اذا مش عارفينا راجعوا درس الفيبات. اذا نحن هون هلا خلينا نعمل نحن الامر، راح اقول له انا بدي اعملها 9، يعني على النص، انا بدي الوول يكون على النص، يعني يوصل لنص هيدي ويعمل الجدار. نرجع نعلمها. طيب شو التول يلي انا بدي استعملها؟ شو عم بيقول لي هون؟ كيرفينج تول. تذكروا كيرفينج تول، يعني هنستعمل تول تاني. هلا خلينا نختار الكيرفينج تول واللي هي اللي كنا عم نستعملها بالدرس السابق الفيبت كيرف. طيب طبعا ومثل ما كنا متعلمين بس نعمل تول باث دائما، نحن بس نحدد الاداه اللي بنستعملها، الريشه اللي بنستعملها، بنفوت على الاعدادات هون بنقول قديه الستيب داون تبعها، قديه الفيد ريت، قديه البلانج ريت، قديه السبندل، كلهم هولي نحن مفروض نفوت ونحددهم. ماشي الحال؟ يعني انا هلا هون راح احط له انا 10 حتى ما يعملها على باسين، يعملها على باس واحد. ماشي؟ طيب عملنا هيدي. هو شاب اللي بروفايلينج تول، البروفايلينج تول هو يلي بده يقطع. نحن جبنا هيدي الريشه، هيدي الريشه نزلت على النص قلنا وعملت هيدا الشكل الشطبي. طيب بدنا نحن نكفي هيدا، هون بعده معلق باللوح، يعني هيدي هون عملت لها الشطبي على الطرف هون، عملت لها الشطبي على الطرف هون، ولكن هيدي الخشب بعدها معلقه باللوح، بدنا ريشه تقطع. نيجي هون نختار بالبروفايلينج تول، نختار اداه، نختار ريشه. انا راح اختار الريشه 6 ملي. كمان بالريشه 6 ملي اللي احنا اخترناها بالبروفايلينج تول كمان بنقدر نحن نحدد قد ايه بده ينزل بكل باس. حنقول له انا 18، بكل باس حينزل 18. ماشي الحال؟ طيب حاجي هلا هون علم هناك وقول له كالكوليت. عم بقول لي there is no enough height to complete the wall puzzle. عم بقول لي انه ما في عندك ارتفاع كافي لحتى انا اعمل الجدار. ليه؟ لانه هو بيعتبر بس بده ينزل هو بهيدي الشطبه على الاخير العمق 18 ما بكفيه، بده اكثر 18 لحتى ينزل. ولكن انا راح اقول له ما بيأثر. عم بيقول لي هون بتركد تو يو ويش تو كونتينيو، بدك انت تكفي؟ انا حقول له ايه كفي، لانه انا اساسا محدد له انه انا الماكسيموم هاي بدي اياه قد 18، يعني الماكسيموم ديبس عبسوان بدي اياه 18، اذا ما عندي مشكله انا عم اقول له ايه كفي. ماشي؟ خليه يكفي لحتى نشوف كيف بده تطلع العمل معنا. طيب خلينا نروح نشوف شو عمل. نعمل سيميليت.
لاحظوا عمل السيميليت، هيدي النتيجة طلعت، عمل الشط بس ما قطع، وبعد في عنا هون ما خلص، لاحظوا سيميليت كنترول بعده موقف، معناته بعد في عنا تول تاني بده يشتغل فيها. خلينا نفوت عليه هون للتول باس هون، لاحظوا في عندي اثنين، عندي وحده بشريشه الفي وعندي وحده بالاند ميل. طيب خلينا نعمل تاعت الاند ميل تنشوف شو حيصير معه. لاحظوا شو عمل قصه. خلينا نجي هلا نشيل اللي ما بدنا اياه هون، خلي لنا هيدي بس، هيدي اللي نحن بدنا اياها. لاحظوا لحاله عملنا هو طريقة انه قصة من الخارج ومن الداخل، وعمل الشطبة من الداخل ومن الخارج. هلأ يمكن يجي واحد منكم يقولكم ايه طيب ما انا بعملها بسيطة، انا بعملها بالقلم، بيجي اول شيء بضربها بريشة في وبرجع، يعني بعمل طول باس اول شيء قلم فيكتور ماشي الحال بريشة الفي، وبرجع بعمل اوفست انا للخارج ماشي الحال، بعمل اوفست للخارج للدائره هيدي، لهيدي الدائره بعمل لها اوفست للخارج، وبعمل كمان تول باس بالالونج، ولكن هالمره بريشه مستقيمه، يعني مش بريشه الفي. طيب حفرجيكم هلا شو الفرق بين هيدي وبين هيدي. ايه انا في اعملها بهيدي الطريقه بقدر اعملها، ولكن ليش نحن نستعمل البافل ما بنستعمل انه نعمل التو تول باس، انه نعمل اثنين تول باس الونج، واحد بريشي في وواحد بريشي ان مل. هلا برجع لكم، في حدا ناداني بالمعمل حروح شوف شو بده، هلا برجع لكم بقول لكم شو السبب. طيب خليني اشرح عنها شوي، خلينا نشيل اول شيء هيدا، خلينا شيل السيميليشن نرجع لهون. هيا نعمل المثل هون، لنفترض انا بدي الشطبة تكون، خلينا ناخذ هيدي، لنفرض انا بدي الشطبة تكون تيجي من هون لهون افترضنا 9 ملي، وبدي من هون لهون 9 ملي. اذا انا بدي اجي اشتغلها على ايدي شو بقوم بعمل؟ افترضنا انا عملت هذه الدائره، بعمل هذه الدائره هيك عفوا، هذه الدائره، وبرجع بعمل اوبست للخارج 9 اوتسايد وبشتغلها. اذا انا جيت بنزل بهايدي بعمل تول باث الونج بهايدي 9 وبنزل فيها، وبرجع بكون عامل لهايدي انا اوبست لبرا 9 وبعمل الونج كمان قطع، يعني هايدي بعملها بتنزل 9 ملي بس بريشة الفي، وهون بعمل بريشة الاند ميل بعملها قطع، يعني بتنزل للاخير، تعطيني تقريبا نفس النتيجة اللي عملناها نحن هون. ولكن هون هيدي المسألة هون كتير سهل انه اعملها، ايه في اعملها وما بديش انا اشتغل بالبابل، علما انه بعد البابل اسهل، انه بدل ما اجي انا اصير بدي احسبها وما بعرف شو واطلع وانزل واعمل الاوفست والى اخره، لا انا بيجي بعمل بالبابل هي لحالة بتعمل لي اياها وبشكل مضمون ودقيق 100%. طيب ولكن بالرغم من هذا كله يا اخي افترض انه والله انا قادر اعملها بلا ما استعمل بابل، بس انا هلا حفوت معكم بمثال ثاني فرجيكم قديه حيكون في صعوبه انه انا اعمل الطريقه اللي عم بحكي عنها، انه انا اعمل الاوفست للخارج وانزل انا اعمل اثنين تول باس الونج، اثنين الونج تول باس. خلينا نمحي هذول كل التول باس اللي عملناهم، حيناهم، خلينا نشيل هيدي كمان ما عاد بدنا اياها، خلينا نفتح هيدي. في عندي هيدي البردية، هاي بردية
أنا هيدي البرداية بدي جرحها من هون، هدولي بدي جرح، وبدي عالداير أعملها شطبة، يعني عالداير تبعها، عالداير من برا بديها تطلع كلها مشطوبة. وبنفس الوقت مثلا عندي هيدي الدائرة أنا بديها تنقص وتطلع كمان مشطوبة، ماشي الحال؟ إذا أنا بدي إجي هلأ لهيدي البرداية، بدي إجي أعمل أوفست لبرا، افترضنا أنا الشطبة بدي إياها، بدي إياها ينزل افترضنا بالشطبة 8 ميلي، أنا بدي إجي أعمل أوفست لكل وحدة من هدول 8 ميلي لبرا، وما بعرف شو، ويمكن زبطت ويمكن ما زبطت، وين بدي أعملها؟ لا، أنا بجي على الأمر بابل وبشتغلها وبتطلع شكلها كتير حلو وبوقت سريع جدا. خلينا ناخذ هيدي البرداية وننفذها كمثال عمل. أول شيء نحن قلنا بدنا نجرحها، بدنا أول شيء نعمل هون مضطرين بالتجريح، شو ناخذ؟ ناخذ الأمر ألون مش بالتوتي بالتودي تول باس، هيدي هناخذ نحن البروفايلنج يعني تول باس، شو نعمل؟ هناخذ الأمر ألون يلي هو بده يمشي على يلي بدنا نجرحهم تجريح، يلي هن الرسم بدنا نرسمها للبرداية، بدنا نمشي على التجريح، فبناخذ نحن الفيكتور يلي هن مفتوحين غير مغلقين، يعني كل فيكتور مفتوح هذا شو بكون؟ هذا الفيكتور، هذا بيكون فيكتور رسم، ماشي الحال؟ طيب كيف بحددهم؟ بيجي مثلا بضغط على مفتاح شيفت وبلش حدد فيهم هيك بهالشكل هيدا كلهم سوا. طيب في طريقة انه انا حددهم، بدنا لك هون غلطت مثلا ارجع شيلها. طيب ممكن انا كمان حددهم وفي عندي شيء من المفتوح ما انتبه له، في عندي طريقة حتى اتجاوز هيدي الاخطاء كلها سوا، علما هذا الدرس مرقنا عليه انه نستعين بمين؟ بالفيكتور دكتور، بيجي على الفيكتور دكتور نقول له السلام عليكم يا معلمي حدد لي كل الفيكتور اللي هني مفتوحين، حدد لي هني، نضغط على الاوبن، شو عمل؟ حدد لي كل الفيكتور يلي هني اوبن فيكتور، يلي هني فيكتور مفتوحين غير مغلقين. شو بعمل؟ بيجي بضغط على كنترول جي وبعمل هون جروب، هول شو صاروا جروب، هلا بضغط على هيدا انا بعلمه كلهم سوا. طيب شو بعد في عندي؟ بدي الكلوز فيكتور، بيجي بعلم عليهم كلهم هيك، برجع بقول له حدد لي الكلوز فيكتور، حددنا، لحظه حدد لي كل اللي هن كلوز فيكتور، ماشي الحال؟ هلا في عندي هيدا الفيكتور اللي هون، انا راح اقول له ما تحدد لي اياه، ما بدي اياك تحدده، ليه؟ لان اذا ضل محدد لما بعطيه امر القطع حيجي كمان يقطع من هون، لان هو بي انا بهون بس بدي اعطيه بالبابل، بدي فوت اعطيه انه يعمل لي شطب وقطع بنفس الوقت، يشطب ويقطع، لما بدي اقول له اشطب واقطع هيجي يعمل لي شطب هون وشطب هون ويقطع، اخر شيء هتطلع هيدي الشقفه تنكب برا. انا لا، هيدي راح اضغط هون على مفتاح شيفت وشيل عنا التحديد واعمل اضغط كنترول جي، ضغطنا كنترول جي، اذا هلا صار كل الفيكتور المغلقين صاروا كلهم جروب. طب بقيت عندي هيدي منا جروب، هيدي شو بدي فيها؟ انا هيدي بدي ضمها لمين؟ بدي ضمها للجروب المفتوحين، بعلمهم وبضغط كنترول يو يعني ان جروب، وبرجع بضغط على مفتاح الشيفت بضغط عليها، برجع بضغط كنترول جي، ليه؟ حطيتها مع الفيكتور اللي هني للرسم، فيكتور اللي هن بدي جرح فيهم تجريح، حطيتها مع فيكتور الرسم، ماشي الحال؟ هلا صارت عندنا البرداية جاهزة للشغل. خلينا نشوف كيف بدنا نشتغل بهيدي البرداية. أول شيء بنجي بناخذ التجريح يلي هن الرسم. نجي على حي الله وحدة مثلا على هيدي. بنروح بنقول له بالتودي بروفايل، نجي بنقول له بنعطيه الأمر ألونج، قد إيه بدي أنزل أنا بالتجريح؟ بدي أنزل افترضنا قد ايه راح اعمل العمق انا هونيك؟ هعمل 6 للتجريح افترض، ماشي؟ وراح اجي اختار الريشه يلي هي ريشه الفي اللي انا راح استعملها في عمليه الشطب،
وحاعطيها اعداداتها من هون افترضنا هي هي 6 منيحة كل شيء منيح اوكي. اللوح سميته 18 محدد اوكي. هنيجي نقول له هون كالكوليت. اذا هون عملنا اول واحد اللي هو بدنا نرسم البرداية يعني حيجرح ماشي. طيب نرجع بنروح على التول باس بنعلم هالمرة بنعلم الفيكتور اللي هن مغلقين. هلأ بنروح لوين على البافل ماشي. رحنا على البافل فينش ديب 18 مظبوط سمكت الله عند 18 انا بدي فينش ديب 18 اوكي. طيب الحيط قد ايه بدي اياه انا هونيك قلت انا عملت التجريح 6 وانا حابب الحيط يكون نفس الغمق تاع الشطبي. اذا الشطبي بدي اياه 6 18 6 اذا انا الحيط بدي اياه 12 ماشي. الريشه اللي بدي استخدمها هستخدم نفس ريشه البي اللي نحن استخدمناها بكل الامثله. طيب بعد في عندي يلي هو بروفايلينج تول شو هي اللي بدي استعمله بختارها. انا بدي استعمل هالمره الاند ميل 3 ملم. ليه استعملت ال 3 ملم؟ لانه في عندي مطارح ضيقه حتى يفوت عليها كلها الريشه تقطعها كلها سوا. راح عم بستعمل انا الريشه ال 3 ملم. خلي انا اعطيها العمق انه حتى تنزل لي فرد مره 18 ملي اوكي. وحنقول له هلا عملنا كالكوليت. هاي كالكوليت حيطول شوي هلا بالكالكوليت بعتقد لانه هاي البرداية كتير فيها تفاصيل. كله هيدا كل تفصيل بتفصيله بده يحسب له قديه بده ينزل فيها وقديه بده يترك مجال لريشة الاند ميل للبروفايلينج تول باس. فبده يحسبهم كلهم سوا بياخذوا معه وقت. انا هلا راح وقف التسجيل ريت ما يكون خلص وبرجع شغل التسجيل. لاحظوا اعطاني نفس المسج اللي اعطانا اياها قبل شوي. هنقول له اوكي ما في عندنا مشكله كفي شغلك. راح وقف الفيديو لحد ما يخلص. اذا هلا خلصت خلينا نروح على السيموليت نشوف. اول شيء خليه يعطينا اللي هو الالوان. لاحظوا هلا هذا الالوان عم بيرسم لنا برداية اللي هي الستارة ماشي. هاي برداية. طيب هلا بنروح على البافل بنقول له تفضل عملنا الشطب. بداية راح يعمل الشطب طيب. لاحظوا بعد هون ما خلص شو بده يعمل هلا؟ بده يعمل اللي هو القطع. هلا عم نقول له اقطع. خلص قطع. خلينا نشوف النتائج. هتخلينا نشيل القسم اللي ما بدنا اياه. ديبكت ماتيريال. نبتنا هذا اوكي. لاحظوا كيف طلعت. اتصور انا بدي اقعد اشتغل هيدا الشطب كله سوا بدي اقعد اشتغله انا اعمل اوفست وما بعرف شو الى اخره بينما انا هون طلعت معي البرداية ليكو ما اجملها بس عملت تول باس واحد. طبعا عملت اثنين تول باس اولاني اللي هو التجريح اللي هو الرسم ولكن كعملية شطب وعملية قطع عملت تول باس واحد. هلا وقت اللي بدنا نجي نبعته للمكنة ننفذ خلينا نشيل السيموليت. اذا نحن جينا عملنا له سيف تول باس لاحظوا شو عمل لي. عمل لي ثلاثة عندي هوت اثنين اللي هن بالفريش الفي وعمل لي هايدي يلي هي كمان بريشة في بس لحظة شوي هون ايه هايدي بالاند ميل وهايدي بريشة الفي. هلا انت بس بدك تحفظهم
إذا أنت ما عندك مكنة تول تشانجر يعني ما بتغير أدوات لحالها، بتعمل هايدي لحال وهايدي لحال طبعا وهايدي لحال. أنت هيك بهالطريقة تجي بتحفظهم تعمل لهم التول باس. بعتقد لحديت هون درس بعتقده كافي ووافي، وكون أنا بهالطريقة هايدي عرفتكم على أداتين بشكل تقريبا مفصل يلي هن الفيبت كيرفينج واللي هي البافل، وعرفتكم على كيفية استخدام هالأداتين. يبقى في عليكم أنتو تعملوا لنا لايك، كتير مهم كتير كتير مهم أنه تعملوا لنا لايك، لأنه في ناس كتير ممكن عم يكونوا بخلة باللايك. أنا عم شوف المشاهدات، عم بكون في مشاهدات كتير ولكن اللايك كتير كتير قليل. ما بعرف إذا حدا عم بيحط شيء من جيبته وعم يعمل لايك، عم يخسر إذا عمل لايك. أنا بتمنى ما حدا يخسر، ولكن بتمنى منكم كلكم تعملوا لنا لايك وتعملوا شير للفيديو، واللي هن بعده مش مشتركين بالقناة يشتركوا بالقناة، لأنه بالاشتراك في فائدتين. فائدة لإلي أنه القناة بتكبر وبتشجعني، وفائدة لإلك أنت أنه بصير يوصلك كل جديد ممكن نحن ننشره على هيدا القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.